الأيام قليلة مها تفصلنا عن الاستحقاق الديمقراطي أمة 2020، وفي هذه الأوقات تحديدا تشغل هذه الانتخابات الساحة الكويتية متطلعين لمرحلة جديدة ونهج يواكب التقدم ويحقق الطموحات. طبعا أكيد، طبعا في انتظار يوم الاقتراع استطلع فريق الأخبار آراء الشارع الكويتي للوقوف على مدى أهمية التصويت واختيار المرشح الأحسن والأنسب لتمثيلهم في المجلس الجديد. التقرير التالي يلقي الضوء على آراء المواطنين بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي، لنتابع. قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي يرسم الشارع الكويتي صفات أعضاء مجلس الأمة الجدد مما سيقع عليهم الاختيار في صناديق الاقتراع في 5 ديسمبر المقبل، مشددين على ضرورة المشاركة في التصويت. الصدق، الأمانة طبعا، وخطة المرشح نفسه لمستقبل الدولة مثلا، الشعب بدون يوفي بوعده اللي كان قبل الترشيح. من ناحية التصويت والمشاركة، أنا راح حسب خبرتي أني أنا التزمت أكثر من يمكن تقريبا 12 سنة بالانتخابات، ودائما في مرشحين مكررين. توقع أنه راح يكون على مرشحين جدد صغار بالعمر لهم كفاءة. انتخبوا الأمين والنزيه، أحسن الاختيار، شعار يدعو الناخبين لاختيار الأفضل بنظرهم للبلد ولمستقبل الأجيال في السنوات المقبلة. لازم ما نفكر حقنا إحنا، نفكر لقدام حق عيالنا. يعني الشعب دائما يبي القروض وما أدري شنو هالأمور هذه، بس لازم الواحد يفكر لقدام حق عياله. إحنا مو عايشين على طول، في أجيال ورانا، هي راح بعدين تحاسب الناب هذا اللي قاله صح ولا لا. فأنا أشوف اللي يكون يفكر لقدام، مو اللي بعد سنة ولا سنتين. أي واحد يفترض أنه راح يدش ويصوت حق أي عضو يدش مجلس الأمة، خلي ينقي الاختيار الصحيح، مو بس ينقي لأنه مثلا رفيجة أو من ربعه أو من جماعته من الشغلات هذه. المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق من سيدلي بصوته خلال اليوم الانتخابي الطويل لتحديد صورة المجلس الجديد. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.